جوائز تيلي العالمية. قناة العربية حصدت 38 جائزة، بينها 5 جوائز عن الفئة الذهبية. الفئات التي فازت بها العربية: البرامج الثقافية والتاريخية، التصميم الإبداعي، الوثائقيات، السوشيال ميديا، استخدام تقنية الواقع المعزز. منها تغطية الانتخابات النصفية الأمريكية، تقارير زلزال سوريا وتركيا، الميزانية السعودية لعام 2023، تغطية كأس العالم. من البرامج: الساعة 60، العربية 360، عسكريتاريا، مهمة خاصة، على خطى العرب، روافد، سؤال مباشر، الندوة، البعد الآخر، وثائقيات، ريان، أثر الفراشة، سوشيال ميديا، حكايتي على العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.